بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائنا الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الابتدائي، نتابع في الأسبوع 11 من مادة الرياضيات، وعنوان درسنا اليوم تفسير التمثيل بالرموز. مرة تانية، تفسير التمثيل بالرموز. طبعا كنا درسنا في الدرس السابق التمثيل بالرموز. اليوم سوف ندرس تفسير التمثيل بالرموز. بداية نعرف فكرة درسنا اليوم، تتكلم عن فكرة الدرس عن أن أقرأ البيانات الممثلة بالرموز وأفسرها. نظر معي يا بطل في كتاب مدرسي في أستعد. طبعا اللي قدامنا هذا ده التمثيل بالرموز، وقلنا إن التمثيل بالرموز بيكون عبارة عن إنك أنت بتختار شكل أو رسمة معينة، وعلى حسب العدد بترسم الرسومات، ولازم في الاخر خالص بالجدول يكون في المفتاح اللي بيعرفني هل انا الرسمه دي بيكون عباره عن واحد او انها بيكون عباره عن اثنان او انها تمثل ثلاثه. وطبعا فوق دايما بنلاحظ في التمثيل بالرموز ان بيكتب فوق العنوان حاجه الجدول اللي هو التمثيل بالرموز، انه بيتكلم عن المهرجانات التي حضرها الاصدقاء خلال عطله الصيف. فطبعا بيقول لك هنا: سأل أحمد أصدقائه عن عدد المهرجانات التي حضروها خلال عطلة الصيف، ثم مثل النتائج بالرموز كما هو موضح في الجدول المجاور اللي احنا قلنا عليه. ده جدول بيمثل المهرجانات التي حضرها أصدقاء أحمد خلال عطلة الصيف. طبعا سعيد هنا في رسمتين، طبعا احنا قلنا ان الرسمة الواحدة بمهرجانين. طبعا اما سعيد لما يكون ان الرسمة الواحدة باثنين يبقى اثنين أربعة، يبقى حضر أربعة. محمود 2 4 6 8، لأن الشكل واحد باثنين يبقى حضر 8 مهرجانات. خليل 2 4 6. جاسم 2 4 6 8 10 12. محمد 2 4، لأن الشكل الواحد يمثل اثنان. بيقول لك: يمكنني أن أقرأ البيانات الممثلة بالرموز وأفسرها، أستعمل البيانات الموجودة في التمثيل في كتابة جملة تفسرها. بعدها عندنا مثال من واقع الحياة، بيقول لك: أقرأ التمثيل بالرموز. بيقول لك: أستعمل التمثيل أعلاه في الإجابة عن السؤال: من الشخص الذي حضر أكثر من خليل بمهرجانين؟ طبعا بيقول لك: يظهر المفتاح أن كل رسمة أو كل شكل، الشكل اللي قدامك ده، يمثل مهرجانين. ومن التمثيل ألاحظ أن خليلا قد حضر 6 مهرجانات. كيف عرفتها؟ لأن عندي خليل في عندي 3 أشكال أو 3 رسومات، والشكل الواحد أو الرسمة الواحدة باثنين يعني مهرجانين، يبقى 2 4 6، يبقى أجمع 2 زائد 2 زائد 2 يصيروا 6. يبقى كده عندي خليل حضر 6 مهرجانات. احنا نبي الشخص اللي حضر أكثر من خليل باثنين، يعني نبي الشخص اللي حضر 8 مهرجانات. طبعا هنلاحظ إن محمود هو اللي حضر 8 مهرجانات، لأن هتلاقي عنده 4 أشكال أو 4 رسومات، وقلنا الرسمة الواحدة باثنان، يبقى 2 و2 4 و2 6 و2 يصيروا 8. يبقى كده محمود حضر مهرجانين أكثر مما حضره خليل. بعدها: أتذكر أن كل تمثيل بالرموز له مفتاح. كل تمثيل بالرموز له مفتاح، وأول شيء لازم أنظر له بالتمثيل بالرموز المفتاح، لأن هو ده اللي بيحدد لي العدد الموجود قدامي. سامي من واقع الحياة بيقول لك: أفسر التمثيل بالرموز. هو جايب لك هنا طبعا تمثيل بالرموز، بيقول لك: مواد يعاد تدويرها أسبوعيا. عندك الورق، وعندك قالب معدنية، وعندك البلاستيك. طبعا احنا عندنا ان الرسمة الواحدة او الصندوق الواحد اللي قدامنا هذا ده بيكون عبارة عن 10 كيلو جرام،
يعني الرسمة الواحدة ب10 كيلو جرام. هنا بيقول لك في المثال ده إن دي مواد بيعاد تدويرها في كل أسبوع ترسل المدرسة 55 كيلو جرام من الورق، و30 كيلو جرام من العلب، و25 كيلو جرام من البلاستيك لإعادة تدويرها. أمثل هذه البيانات بالرموز ثم أكتب جملة تفسرها. طبعا هنا احنا ما قلنا هنا الورق 55 كيلو جرام، احنا قلنا ان الرسمة الواحدة ب10، فطبعا احسب ادي 10 20 30 40 50 واعمل نص واحدة يعني بخمسة يصيروا 55. طب في العلب في العلب المعدنية احنا قلنا ان العلب 30 كيلو جرام، يبقى 10 20 30 ارسم 3 علب. طبعا لو انت عندك رسمة العلبة صعبة ممكن ترسم اي شكل دبير، ترسم شكل دايرة، شكل وجه، شكل مربع، شكل مستطيل، على حسب ما يتيسر للطالب. عندنا البلاستيك، لان يعني عندنا بلاستيك 25، فطبعا البلاستيك هنا ادي 10 20 ونص رسمة او نص نص صندوق، فيصير 5 يعني 25، يبقى 10 20 25. فنلاحظ هنا ان المفتاح هو اللي بيحدد لي العدد الموجود قدامي، علشان كده اول شيء انظر له في التمثيل بالرموز هو المفتاح، لان هو اللي بيحدد لي او بيعرفني كل شيء او بيعرفني العدد اللي موجود مع كل بيانات معطاه. بيقول لك ألاحظ أن المدرسة ترسل كل أسبوع كمية من الورق بقدر كميتي العلب والبلاستيك لإعادة تدويرها. لو نظرنا كده يا بطل إن احنا عندنا العلب 30 كيلو جرام وعندنا البلاستيك 25 كيلو جرام، فهو هنا بيقول لك يبي جملة تفسر التمثيل بالرموز ده. لو لاحظنا إن الورق 55 كيلو جرام بيساوي الكم بتاع العلب زائد البلاستيك، لو جمعنا العلب 30 زائد 25 يصيروا 55. فاذا الكم الورق بيساوي العلب والبلاستيك مع بعض، علشان كده قال لك ألاحظ ان المدرسه ترسل كل اسبوع كميه من الورق بقدر كميتي العلب والبلاستيك، يعني العلب والبلاستيك بنفس العدد او الكم بتاع الورق لعي تغييره. نظر معايا وقت كيف تتأكد. أول سؤال عندنا بيقول لك هنا للأسئلة من 1 إلى 3 استعمل التمثيل الذي يظهر عدد لترات الحليب المبيعة. طبعا عندك هنا أول شيء زي ما علمتك، طبعا عندنا هنا عنوان التمثيل بالرموز لترات الحليب المبيعة. أول شيء ننظر له يا بطل هو المفتاح، وطبعا عندنا الرسمة الواحدة بثلاث لترات، يعني الشكل الواحد او العلبة الموجودة قدامنا دي بثلاث لترات، يعني بقالة الصدق ادي نص علبة هيبقى يصيروا لتر ونصف، بقالة الثقة ادي علبة، ادي 1 2 3 4 يبقى 4 ضرب 3 12، بقالة الابتسامة ادي 1 2 3 يبقى 3 ضرب 3 9، بقالة الامانة 1 2 3 4 5 يبقى 5 ضرب 3 يصيروا 15. فأول سؤال عندنا بيقول لك أي البقالات هي الأكثر بيعا للحليب؟ أي بقالات هي أكثر بيعا للحليب؟ طبعا نظرنا معنا هنا يا بطل هتلاقي إن أكتر بقالة هنا فيها عائد من الرسومات هي بقالة الأمانة، فإذا بقالة الأمانة هي أكثر البقالات بيعا للحليب. طيب بيقول لك أي البقالات قد باعت 6 لترات من الحليب أكثر مما باعته بقالة الابتسامة؟ أول شيء لازم نعرف طبعا إن الشكل الواحد طبعا لزجاجة الحليب هي 3 لترات، الزجاجة الواحدة ب3 لترات. فأول شيء لازم نجيبه اللي هي بقالة الابتسامة. احنا عندنا بقالة الابتسامة فيها 3 زجاجات، طبعا واحنا عارفين ان الزجاجة الواحدة ب3، يبقى يصيروا عندنا 3 زائد 3 زائد 3 يصيروا 9، يبقى 9 لترات حليب. اذا عدد لترات البقالة اللي باعت اكثر من بقالة الابتسامة ب6 لترات
يبقى احنا عندنا ان بقات الابتسامه 9، اما نزود عليهم 6 لترات يصيروا 15. 15 ده طبعا معناه كده ان انا مطلوب مني ادور على البقاله اللي بقى 5 رسومات او 5 رموز لزجاجه الحليب عشان يصير عددهم 15، لان انا عندي الزجاجه الواحده ب3، ف3 ضرب 5 يصيروا 15. وطبعا البقاله الوحيده اللي عندنا فيها 5 زجاجات من الحليب هي بقاله الامانه. يبقى اذا بقاله الامانه هي اللي باعت اكثر بست لترات، باعت 6 لترات اكثر مما باعته بقاله الابتسامه. يبقى برضو الجواب هنا يصير معنا بقاله الامانه. بيقول لك السؤال الثالث: إذا كان سعر لتر الحليب 4 ريالات، فكم ريالا ثمن الحليب الذي باعته بقالة الثقة؟ طبعا عندنا طبعا قلنا إن الزجاجة الحليب بتمثل 3 لترات. طيب احنا عندنا دلوقتي أعادة لترات الحليب اللي بعته بقالة الثقة 3 ضرب 4، لأن عندنا بقالة الثقة فيها 4 زجاجات حليب، فهنضرب 4 ضرب 3 هيصير عندنا 12 لتر. طب سعر اللتر الواحد عندنا كام؟ 4 ريال. يبقى أنا أضرب 12 ضرب 4 بتساوي 48 ريال. بنضرب عدد اللترات اللي هو 12 في سعر اللتر الواحد اللي هو 4، فيصير 12 ضرب 4 يساوي 48 ريال. بيقول لك يرسم أحمد صور حيوانات على بالونات، فرسم في ساعة واحدة 3 زرافات و12 أرنب و18 خروفا، ومثل هذه البيانات بالرموز ثم يكتب جملة تفسر البيانات المعروضة. طبعا عندنا هنا طبعا نستخدم التمثيل بالرموز. فطبعا عندنا هنا طبعا أول شيء بنكتب العنوان بتاع التمثيل بالرموز، طبعا هو بيتكلم عن صور الحيوانات. ولازم تاني حاجة نتأكد عليها اللي هو المفتاح، لازم نعرف المفتاح ده بيمثل عدد قد ايه، 1 ولا 2 ولا 3. طبعا هنا عندنا المفتاح، الرسمه اللي قدامنا دي قلنا دايره، ودي اسهل رسمه ممكن نرسمها، بتمثل 3 حيوانات. لو لاحظنا معنا هنا في السؤال قال لك ان هو في 3 زرافات، يبقى انا ارسم دايره واحده بس لان دايره تمثل 3. طب وفي الارنب؟ قال لك الارنب 12 ارنب، يبقى انا مطلوب مني ان انا ارسم 4 دوائر لان الدائره الواحده ب3، لان 4 ضرب 3 ب12. اما بالنسبه للخروف هنلاقي عندنا الخروف 18 خروف، فاذا المطلوب مني ان انا ارسم كام دائره؟ 6، لان عندي الدائره الواحده ب3، ف6 ضرب 3 بتساوي 18. يبقى عندي الزرافه مره ثانيه نرسم دايرة، الأرنب 4 دوائر، وأخيرا الخروف نرسم 6 دوائر. طيب عندنا بقى الجملة اللي بتفسر البيانات المعروضة، هي إن أحمد رسم 3 زرافات ورسم عدد من الأرانب بيزيد عن عدد الزرافات بمقدار 9 أرانب، ورسم عدد من الخرفان يزيد عن عدد الأرانب بمقدار 6 خرفان. ونرجو من الطلاب أن يكملوا بقية الواجبات في تدرب، وشكرا لحسن استماعكم، ونلقاكم مع درس جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.